مرحباً، أنا كريستال. مرحباً، أنا عبد الرحمن. نحن في إسطنبول، المدينة التي تتصدر قائمة المدن الأشهر سياحياً وثقافياً في العالم، والتي لا يزال كثيرون يعتقدون أنها عاصمة تركيا. في الحقيقة كانت إسطنبول عاصمة عدد من الإمبراطوريات، آخرها الإمبراطورية العثمانية. أما تركيا الآن فعاصمتها أنقرة. هي أكبر مدن تركيا وسابع أكبر مدينة في العالم لناحية عدد السكان، إذ يقطنها أكثر من 15 مليون نسمة. ما يميز هذه المدينة موقعها الجغرافي، إذ تعتبر صلة الوصل الحضاري بين قارتي آسيا وأوروبا، كما تتميز بتاريخها العريق الذي تقرأه من خلال معالمها التاريخية الرائعة التي تختصر الحقبات والأزمنة وكل الحضارات التي مرت من هنا. في رحلتنا اليوم سنبحث عن معالم جديدة في المدينة، وسنأخذكم في جولات إلى مناطق معروفة نراها معكم بعيون جديدة. فاستعدوا. تعرف مدينة إسطنبول بمدينة التلال، إذ تم تشييدها بين سبع تلال، ونحن نقف الآن على تل العرائس. تقع التلة في الجزء الآسيوي من إسطنبول، وسميت بتلة العرائس لأن معظم زوارها من العشاق والعرائس بفساتين الزفاف لواتي يقصدن هذه التلة لأخذ الصور التذكارية مع أحبائهم. من هنا يمكننا مشاهدة الممرات المائية في إسطنبول. من تلة العرائس يمكننا مشاهدة جسر البوسفور على البحر الأسود، وجزر الأميرات على بحر مرمرة، وشبه جزيرة أمينون التاريخية. نحن الآن في أسكودار، أقدم أحياء إسطنبول، ومنه سنعبر إلى الجانب الأوروبي من المدينة. هنا إيقاع الحياة سريع، والسكان ينتقلون على مدار الساعة بالعبارات كل إلى وجهته. حي أسكودار يقابل مباشرة البلدة القديمة في أمينونو، والانتقال بين الطرفين عبر مضيق البوسفور سهل باستخدام القوارب والعبارات. اللافت هنا الأسعار الزهيدة لتذاكر العبارات، إذ بإمكانك قطع تذكرة والتجول بين طرفي إسطنبول بتكلفة مقبولة جداً. يقطن عدد كبير من السكان في هذا القسم لأن المعيشة هنا أرخص، ويذهبون يومياً إلى الجانب الأوروبي من أجل العمل أو الدراسة. الازدحام في أسكودار أسلوب حياة، لكنه ازدحام لا يمنعك من القيام بالتجول على الكورنيش البحري واكتشاف روعة المكان سيراً على الأقدام. في أسكودار تشم رائحة البحر وتمتع عيناك برؤية القوارب وطيور النورس، مما يجعلها من أفضل الوجهات في هذه المدينة. والآن سنغادر الجانب الآسيوي وننتقل إلى الجانب الأوروبي عبر ركوب العبارة. تجربة جميلة أن تنتقل بين قارتين في غضون دقائق قليلة. اليوم في تحدي بيني وبين عبد الرحمن. بننطلق خلال 4 ساعات بيحاول كل واحد مننا يزور أكبر عدد ممكن من الأماكن السياحية. واللي بيخسر بيعزم التاني على الغداء. تمام، اتفقنا. Thank you.
أتوقع أني فزت على كريستال عشان زرت كل هذه المعالم في أقل من ساعتين. هل جربتم يوماً السياحة رأساً على عقب؟ في البيت المقلوب سيصبح السقف أرضاً والأرض سقفاً، وأنت وما بينهما ستعيش تجربة وكأنك تسير على رأسك في مكان لا شيء ثابت فيه سوى رأسك نفسه. هذا المشروع لا يقتصر على الترفيه فحسب، بل يهدف إلى المساهمة في تعزيز الوعي الثقافي والاجتماعي من خلال التعريف بأشهر رموز التاريخ والثقافة والفن في تركيا والعالم من خلال الشوكولا الذي يحبه الجميع. يعد متحف الشوكولا واحداً من أغرب المتاحف في إسطنبول، يمكنك الاستمتاع بمشاهدة مجسمات لأشهر معالم إسطنبول جميعها صنعت من الشوكولا. يمكنك التجول بين مجسمات وهياكل لحيوانات ومناظر طبيعية كالأشجار والشلالات. في متحف الشوكولا ستقرأ قصة خروج الحيوانات من سفينة سيدنا نوح بعد انحسار الطوفان، وهو مشهد يصور ميلاد الحياة من جديد وفقاً للقائمين على المتحف. ومن الشوكولا أيضاً ستشاهد تماثيل لأهم الشخصيات في تركيا والعالم. وقبل أن نغادر نلتقط صوراً بالزي العثماني، كما نمر على حلقات الرقص الصوفي حيث الراقصون يدورون في مشهد لذيذ مصنوع أيضاً من الشوكولا. كما يمكن للزوار تذوق الشوكولا الساخن الذي يتدفق من شلالات أغرب من الخيال. أنا أكيد أنه أنا رح أربح الشرط بيني وبين عبد الرحمن، ما رح يصدق شو روح عليه، يعني متحف من الخيال. حي بلاط هو واحد من أجمل أحياء إسطنبول. كما ترونه هنا يمتاز هذا الحي ببيوته الملونة وأزقته الضيقة ومبانيه التاريخية القديمة. يقع حي بلاط في إسطنبول في منطقة الفاتح، يتزين بالمنازل العتيقة الملونة حديثاً والأبواب الصادئة والتصميمات التي تعود إلى مئات السنين. شكر evimiz yamaç babamız çukur evimiz İdris babamız aile ve çukurdan sevgiler saygılar. يعتبر هذا الحي المكان المفضل لمنتجي المسلسلات التركية، وفيه تم إنتاج المسلسل الأشهر الحفرة.
أما اسم بلاط فهو مشتق من اللغة اليونانية ويعني القصر. ساهمت اليونسكو في حماية وإحياء منطقة بلاط في إسطنبول بما تحويه من معالم أثرية وضمتها إلى قائمتها للتراث العالمي. أنا شايف أنه زيارتي لمينيا تركي اختصرت علي جولات كبيرة وكثيرة في إسطنبول وتركيا عشان شفت أغلب المعالم السياحية في مكان واحد وبتفاصيل دقيقة. أتوقع أنا فايز في التحدي، هتحاسب يا؟ أنت معك خبر أنه أنا شفت كتير معالم سياحية بإسطنبول وبتركيا بس مصنوعة من الشوكولا. يعني نقول أن احنا تعادلنا يعني؟ أكيد تعادلنا، تفضل كل بس كل واحد بحاسب عن يا حاله. يلا تمام، كل واحد يحاسب عن حاله. نحن الآن في محطة سيركيجي التاريخية للقطارات. هي محطة استراتيجية في إسطنبول تكمن أهميتها في أنك تستطيع من خلالها أن تتوجه عبر المترو تحت الأرض إلى القسم الأسيوي من المدينة. من هنا انطلقنا لنشاهد رقص الدراويش. الرقص هنا ابتهال دوران حول النفس. فن الإبرو أو فن الرسم على الماء هو فن قديم في تركيا معروف منذ ما قبل العصر العثماني. هو إبداع الريشة والألوان على الماء، تقنية قد تبدو صعبة التعلم، لكن إذا حظيت برسام مبدع مثل غريب أحد أشهر فناني الإبرو في إسطنبول قد يبدو الأمر أكثر سهولة. ما عليك سوى أن تمسك ريشة وتترك لخيالك العنان. Thank you for having us here today and I'm gonna be your student so you can teach me how to do a beautiful drawing. Well, I'm not good about the teaching but I'm sure you will discover by yourself whatever you like to do. So let's start. Okay, of course. Well, which color do you want to choose? Maybe we'll go with pink. Yeah. That's good choice. Show let's me how start. To do it. Well, just we need to mix a little bit in the beginning because colors sometimes go down. And then after, you need just squeeze and then touch your finger slowly. I'm sure you can do. So can you tell me a little bit about the Ebru art and how is it related to the Turkish culture? This is more than 1,000-year-old one art. Ab mean water and Ru mean face. Like a short meaning of that art, we can say water face art. Actually, like they start to do first to make a nice book cover. And that become also the part of Islamic art because they're using for Quran also that on those way it become a little bit like a religious have a meaning. They are using like a tulip which they say lale for tulip Turkish people. It connect to name of God like Allah and lale. Now how can we fix this the mess that I made?
Well, how can we do it something to turn out how, to be how, something meaningful? Okay. Well, that can be many way. Like one way, you can see something there. You can, is it remind you anything here? Anything, is it look something? Some leaves, no? Some leaves is remind you. Okay, then you can just put some flower on. Flower. Flower like that. And then also you can have again white to put middle. And then please can you try like. With this one? Yeah, exactly. I just open a circle for you. Okay, you did like this. Exactly. Beginning. And then from other side. Then exactly. From here. Yeah, in the then middle. From here. Very nice. إذا كنت من عشاق السيارات فلا تفوت زيارة اسطنبول من دون المرور بمتحف السيارات القديمة. متحف رحمي كوج أسسه رجل الأعمال والصناعة الشهير رحمي كوج، واستوحى الفكرة من خلال زيارته إلى متحف هنري فورد في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بدأ بإنشائه عام 1991. هنا ستجد مجموعة من السيارات التي تخبرك عن كيفية تطور صناعة السيارات من العصور القديمة إلى اليوم، ولكل سيارة قصة خاصة بها. وهو يضم بالإضافة إلى السيارات بعض السفن القديمة والزوارق الأثرية والمزخرفة والغواصات من حقبات زمنية مختلفة. ننطلق بالجيب. معرض السكك الحديدية الذي يضم قاطرات بخارية يعود تأريخها إلى بدايات القرن الماضي. هنا سكة القطارات القديمة. هو مكان يضعك أمام حقيقة أن المقتنيات القديمة تصبح أشبه بكتاب يروي تأريخنا. نرحل نحن وتبقى هي تخبر عنه. المتحف يخبرك كيف تطورت المواصلات في تركيا كما في سائر أنحاء العالم. للوصول إلى متحف البراءة كان علينا البحث بين البيوت الملونة والسير في الأزقة الضيقة. هذا المتحف يروي الحكاية بطريقة عكسية. عادة يلهم الواقع خيال كاتب فيحوله إلى رواية، أما المتحف هنا فيخبرنا أنه كان رواية للكاتب التركي أورهان باموك عام 2008 ثم تحول إلى متحف. يبعد المتحف عن ساحة تقسيم الشهيرة في اسطنبول قرابة 10 دقائق سيراً على الأقدام، وفيه ستشعر أنك بطل من أبطال رواية أورهان باموك. هنا تشاهد أدوات لا حصر لها، فناجين وملاعق وأباريق وأقلام وصور وأحذية وأكواب، تدخل كلها في روح السرد، فتشاهد الرواية أمامك من خلال متحف مؤلف من 4 طوابق. كما يمكنك الحصول على تذكارات وكتب للكاتب نفسه.
في الأزقة المتفرعة من شارع الاستقلال عثرنا على مقهى يستحق الزيارة. هو مقهى غريب له قصة جميلة، تعالوا لنكتشفها معا. هذا المقهى أنشأه زوجان يهويان السفر وجمع تحف من أنحاء العالم كافة، بإمكانك رؤيتها عند زيارة المقهى. اللافت أن الموظفين هنا يسافرون على نفقة المقهى ويعودون ومعهم هذه المقتنيات، كما بإمكانك الاستمتاع في هذا المكان بقراءة روايات بمختلف اللغات في جو هادئ ومناسب. نحن الآن في مترو سلاطين، وهو أقدم مترو في تركيا وثاني أقدم مترو في العالم. أمامك ستجد مجسماً يخبرك عن خط سير المترو الذي يبلغ عمره أكثر من 145 عاماً. دقيقتين فقط تستغرق الرحلة في مترو سلاطين من كاراكوي إلى تقسيم، تشعر فيها أنك انتقلت عبر الزمن. إن لم تجرب هذا المترو وكأنك لم تزور اسطنبول. هذه المدينة مدهشة، هي مزيج من كل شيء، هي خليط حضارات تعاقبت وترك كل منها بصماته في كل مكان. في اسطنبول سيجد عشاق الطبيعة ملاذهم كما عشاق الفن، تاريخ والآثار. إن كنت تنشد الهدوء فهنا مكانك، وإن كنت تبحث عن صخب المدينة فهنا مكانك أيضاً. يقول عشاق السفر إن من لم يرى اسطنبول لم يرى شيئاً. نأمل أن نكون قد نجحنا في نقل صورة اسطنبول إليكم كما لم ترونها من قبل. Oh!